الجولة هذه لم نخرج منها بشيء نعم سنصرف نعم لا خرجنا منها بأسس يعني اتفقنا على بعضها بعضها ما زال محل علامة استفهام سيتم مناقشتها في خلال هذا الشهر كل من مكانه إلى أن نلتقي بعد شهر إن شاء الله ونعالجها. هم يريدوا أن يخرجوا عن اتفاق ستوكهولم، نحن ملتزمين باتفاق ستوكهولم الذي ينص على توريد إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي متمثلا بفرعه في الحديدة، لا نقول عدن نقول في الحديدة. بنك الحديدة هو مربوط إلى اليوم، يعني هو البنك المركزي هو منظومة واحدة. ها الآن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن هو جاء مخالفا للقوانين والدساتير والدستور اليمني أصلا. من البداية احنا وصلنا إلى هنا وتفاجأنا بأنه في أطروحات خارج هذا السياق تتعلق بقضايا مختلفة سواء في الجانب الاقتصادي أو غير الاقتصادي. نحن طرحنا وجهة نظرنا بشكل أساسي وتحدثنا عن أنه لابد من تحرير مؤسسة الدولة من السيطرة الحوثية، وتحدثنا عن أنه لابد من أن تودع لدى البنك المركزي. إحنا نعتقد أنه البنك المركزي الذي نقصده هو البنك المركزي الموجود في عدن من خلال فرعه الموجود في الحديدة، وهذا الموضوع يتفق معنا فيه المكتب المبعوث وتتفق معنا فيه الأمم المتحدة ويتفق معنا فيه كل الأطراف الدولية. أنا أعتقد أنه أيضا هناك إشكالية في آلية المبعوث نفسه، يعني من خلال تعاطيه مع تنفيذ الاتفاق. يعني احنا اتفقنا امس مثلا مع الجماعه على اساس انه مع المكتب على اساس انه يتم الحديث مع الطرف الاخر على اعتبار انه في قضايا اساسيه يجب ان تكون محسومه، ونتفاجأ كل مره بانه هناك اطروحات في محاوله لتسويه وضع من فرض الميليشيات الحوثيه كطرف أكثر من مسألة تنفيذ اتفاق تم حسمه. يعني مكتب المبعوث إذا لم يتم التفاهم مع الطرف الآخر بناء على الآليات اللي احنا طرحنا مواضيع محددة، إذا الجماعة سيظلوا مسيطرين على الموانئ إذا ما تتمش عملية الانتشار بشكل صحيح، إذا الجماعة سيظلوا مسيطرين على الأوعية الإرادية اللي موجودة، إذا الجماعة الحوثيين سيظلوا مسيطرين على القرار داخل المؤسسات، إذا الأمم المتحدة لن تفرض وجود حقيقي داخل هذه المؤسسات، فمعناته أنه لا الإرادة ستتحصل ولا البنك المركزي سيكون قادر على أداء وظيفته ولا الحكومة ستتمكن من دفع مرتبات الموظفين. إحنا قدمنا كل التنازلات بهذا الخصوص وتحدثنا معهم مع أنهم ليسوا طرف. إحنا نقول أن الحوثيين ليسوا طرف، البنك المركزي لا يتبع الحوثي، البنك المركزي يتبع الجمهورية اليمنية.